يرضى أن نسميه ويفتح. هو الذي فتح الباب، نبذنا بالوهابية، عرف كيف؟ خلص لما يقول وهابي أنا بقول ابن المتعة، عرف كيف؟ ايه. فهذه ثاني مرة ننصحكم بالتأدب ولا تتأدبون. حالك من الناصب الآن، الناصب الذي قال أن القرآن محرف، هذا هو الناصبي، عرف كيف؟ لأن النصب هو إبراز العداء. فالكلام في حق أهل البيت اللي هن الثقل الأصغر نصب. طيب ماذا إذا كان الكلام في حق الثقل الأكبر وهو القرآن؟ معناته إذا أنا كنت ناصبي بنجمة، أنت ناصبي بخمس نجوم بدرجة ممتاز جدا، عرف كيف؟ أي نعم. هذه واحدة. فحضرة المحترم ابن المتعة الأحسائي اللي عم يتكلم أعطى المجال للمغرب أن يقول لا أنا قصدت أن النبي أمره أن يصبر وأن لا يحارب. طيب سيدنا علي خالف الوصية، لماذا ما حاول أنه يصلح ما بينه وبين معاوية؟ ليه؟ هون سؤال مهم جدا في الصميم. أنتظر الأخ، هذا السؤال الأخ المغربي وهو عندي ما زال أخا. لماذا حارب معاوية؟ ليش ما حاول يسالم معاوية؟ طيب حأعطيك الجواب من الآن حتى ما نطول، حتى تكون لأنه ليس الأمر عندي مهم في الحوار بيني وبينك. أنا عم سجل فيديو الآن، كيف وسوف ينتشر، صح؟ سوف أذكر لك لماذا. لأنه لما جرب سيدنا الحسن الصلح مع معاوية مش الحال. مش الحال، معناته أنه في خطأ في سيدنا علي، أنه كان مفروض أنه يصبر كما أمره النبي الآن بزعمكم، أمره أن لا يشر سيفا، أمره أن يصبر. ليش ما صبر على معاوية؟ لقد جرب ابن علي وهو الحسن الصبر على معاوية فنجح. فيلزمكم أن سيدنا علي فشل. الله أكبر، شفتوا الحق كيف بيكون؟ هذا هو الحق. الله أكبر، شفت كيف الآن؟ أنت تقول أن النبي أمر عليا بالصبر، طيب بمقتضى هذه الوصية النبوية أن سيدنا علي يصبر على معاوية أيضا. عرفت كيف؟ إيه. فسيدنا علي ما عرف يأخذ الإمامة من أبي بكر، ولا عرف يأخذها من عمر، ولا عرف يأخذها من عثمان، ولا عرف يسايس لما صار الإمام، ما عرف يسايس معاوية. فلما جرب ولده الحسن نجحت القضية. بس شو صار بسيدنا الحسن؟ فعلا جمع الله به بين فئتين من المسلمين، وكان فداء ذلك أن يتنازل الحسن عن الإمامة ويسلمها لمعاوية. فإذا طلع سيدنا علي عندكم ما بيفلح أبدا أبدا، لا عرف كيف يسايس معاوية، ولا عرف كيف يسترد الخلافة من أبي بكر وعمر. الله أكبر، شفت كيف؟ أبدا لا يأتي الرافضي بحجة إلا والرد عليها موجود عندي جاهز، ولله الحمد نحن أهل الحق.